عرفت بعد كده طلعت ان دي ماده امتياز، ماده النجاح فيها 100%، وانا جايبه فيها اعمال سنه عاليه. لو كنت حتى جبت فيها تقدير دي اقل حاجه، انا كان ما كنتش هتفصل، مش هيحصل كل ده. ده ايه ده بقى؟ كمان مطلعاني بدون وجه حق. بس فما رحت لها في شهر 2، قصدي ما رحت لها في الاجازه، قالت لي خلاص احنا شهر 2 لسه ما جاش، لما يجي بيتعالي. قلت لها طب يا دكتور، يا دكتور ما فيش اي حاجه اعملها تقدر تنقذني من اللي انا فيه؟ قالت لي لو كان في حاجه كنت تقدري تاخدي اي اجراء، كنت تقدري تاخديه قبل ما يعدي من الامتحان 48 ساعه. فانا ساعتها قلت في نفسي، طب ما يا دكتور انا كنت عندك في المكتب وكنت منهاره، ليه ما قلتليش على الحلول اللي تنقذني؟ حضرتك وكيله الكليه شؤون التعليم والطلاب، المفروض تقولي لي ايه الحلول اللي تنقذني من الموقف اللي انا فيه ده، مع اني فهمتك كذا 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 وقلت لك كل حاجه، ليه ما تقوليش الحاجات اللي تنقذني؟ ليه تيجي تقولي لي بعدها في الاجازه تقولي كان ممكن تقدري تعملي كذا قبل ما يمر 48 ساعه، ان انت خلاص يعني انت حضرتك السبب في اللي انا فيه وبوظت الدنيا اكتر، ليه؟ بس فرحت لها في شهر 2 بقى عشان اعرف طيب تيكت الماده تتحفظ للسنه الجايه بقى من السنه. السكرتيرة الوكيلة قالت لي اللي هي قالت لها ارفضي طلب البنت ده بالذات. فأنا ساعتها يعني اتضايقت جدا ونزلت مكتب العميد بقى، حكيت له كل اللي حصل، حكيت للسكرتير كل اللي حصل في مكتب العميد. قال لي أيوه أنا يعني هو شايف دكتور منال ساعتها كانت بتطلعني وكنت منهارة ساعتها، قال لي شايف شفتك اليوم ده وأنت بتعيطي، وقال لي خلاص اكتبي طلب عشان أقول له للعميد وأحكي له برضو اللي حصل. فروحت بقى بعدها، العميد يعني ما كانش فاكر قوي، فالسكرتير دخل له المكتب وفكروا قالوا له على طول الحاله بتاعتي. ففضلت قاعده في المكتب، فالعميد كان طالع وقال لي انت بنتي، وانا كل ده قاعده بره مش في المكتب عنده، انا كنت قاعده بره، انت بنتي فوق دماغنا وان شاء الله اشوف حل وكل ده. فساعتها انا حسيت ان شاء الله في امل يعني. فجيت لهم برضو المره اللي بعدها، قال لي انا والله متاسف مش هقدر اعمل حاجه، يعني انت خلاص هتتفصلي ومش هقدر اعمل حاجه. فقلت ازاي طيب انا دلوقتي ايه ده؟ وساعتها انهارت في المكتب جدا. فالسكرتير يعني اتكلم مع العميد وكده، وكمان سكرتيره الوكيله قالت للعميد حرام اللي بيحصل في البنت ده، سكرتيره الوكيله قالت للعميد حرام اللي بيحصل في البنت ده. فعميد الكليه قال لي خلاص اكتبي طلب وارفقي معاه حالتك الصحيه كلها، فخدوا مني صور بكل حاجه معايا، صوروا كل حاجه معايا تثبت يعني المرض وكده، وخلوني اكتب طلب بكل اللي حصل ده عشان ادخل مجلس الكليه، عشان الكليه عندنا بتعمل مجلس كل شهر، تعالي كل شهر يعني، قالوا لي ادخل مجلس الكليه الجاي. والعميد قال لي خلاص انت معانا وسجلي ورقي، خلينا اسجل عنده ورقي المواد، ماني كنت كمان مسجلها على موقع ومنزل لي جدول اللي هو الترم يعني الترم اللي هو ده اللي انا خلاص ما دخلتوش يعني، وخليني اسجل عنده ورقي. وقال لي انت خلاص معانا واحضري وكل حاجه. طب حضرتك انت عارفه ان انا تعبانه هتقول لي احضري وانزل وانا اصلا مشواري ساعتين، غير ما حضرتك المفروض تكون متاكد ان انا خلاص فعلا كده متاكد من كلامك ان انا رجعت وان شاء الله هيدخل المجلس وهيتوافق عليه. فخلاص انا كده ساعتها قلت ان شاء الله بقى كده يعني امل، اداكي امل. فجيت لهم بقى عشان اعرف نتيجه القرار من المجلس. ايوه. فالسكرتير قال لي والله ما جالهمش رد. فقلت له مش مجلس عمل؟ قال لي اه. طب قلت له فين الرد؟ قال لي ما عنديش حاجه، ممكن تسالي عند مكتب الوكيله يعني عند السكرتيره وكده. فطلعت سالت، قلت له والله يا بنتي ما فيش حاجه عندي. بس كلمت السكرتير وقال لها ان دكتوره شالت الطلب بتاعي من المجلس عشان ما توافقش عليه، شالته عشان ما تدخلش مجلس الكليه عشان ما توافقش عليه. فيعني ليه وكيله الكليه برضو يعني هي ما اكتفتش انها طلعتني من الامتحان وطلعتني في الوقت المسموح فيه بالامتحان، خلت كمان ان الماده ما تحفظش للسنه الجايه، وقالت ارفضي طلب البنت ده بالذات، كمان شالته من المجلس عشان اصلا ما يتناقشوش فيه ليه؟ طب حتى كنت سيبيه يدخل، سيبيه يمكن في امل ان انا ساعتها كان فعلا يتحل يعني، ما اصلا الدكتور منال تشيله من المجلس كانت متاكده اكيد ان هو هيتحل، ايه اللي يخلي وكيله الكليه تشيل الطلب اللي انا مقدماه من المجلس؟ ليه؟ انا مقدمه في مكتب العميد عشان ندخل مجلس الكليه، ليه وكيله الكليه تشيله؟ انت بتجيبي الكلام ده منين؟ سكرتيره الوكيله قالت لي كده، ما شافتني منهاره قدامها يعني سكرتير العميد هو قال لها في التليفون، ما كانش راضي يقول لي. بس انا لازم اقول انا تعبت خلاص، انا يعني من ساعه الامتحان لحد دلوقتي هم عاملين يطبحوني من هنا لهنا، انا تعبت. هم فعلا قالوا لي كده، قالوا لي ان وكيله الكليه شالت القرار من المجلس. انت طب هي بتعمل معاكي كده ليه؟ انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه، بس انا لما نزلت البوست بتاعي اكتشفت ان دكتور اصلا يعني مش انا اول حاله تظلمها، بس يعني الطلبه كانت خايفه وساكته. الطلبه شيروا البوست بتاعي ونزلوا على صفحتهم. البوست بتاعك كنت كاتبه فيه ايه؟ كنت كاتبه فيه كل اللي حصل ده، كنت كاتبه فيه كل حاجه. فشيروا البوست بتاعي وقعدوا يعني يحكوا على اللي برضه حصل معاهم والظلم اللي اتعرضوا له. مش باين يعني، واضح ان مش انا اول حاجه واحده تعمل فيا كده، ليه اصلا تعمل فينا كده؟ ليه؟ يعني انا مش فاهمه بجد يعني. ف
فكنت وصلت اللي هو السكرتير ما كانش قادر يقول لك، قال لسكرتيرة الوكيلة فهي بلغتك. فهي بلغتني، ما اعرفش بقى، ما كانش المفروض تبلغني غالبا.